للشاوية الأحرار وترك ولد بلادي والله العظيم ونشوفوا نسيه إن شاء الله كيف نخرجوك من المحنة هذه. ها نقولها لك بس وراك طالع بوجهك وراك طالع بوجهك تم بكري وراك فيك اللحية وراك تبلي شوية ضعفت وراك تبلي شوية مانيش عارف كيفاش. الله يحسن عونك وربي يسهل عليك وإن شاء الله يا ربي. أسمع كاين واحد فما في باري يرقي جزائري روح ارقي القذافي والله العظيم أمنهمش روح ارقي خويا روح ارقي وتشوف روح ارقي روح ارقي لما فطنش تذوك راك ناعس راك شت واحد راقين عليك بس كاش واحد يرقد ويبدأ الشيطان يهدر. والله العظيم ولو كان يطيح في جزائري راقي شباب عدنا الرقى نحن نرقوك إن شاء الله وتولي رايك وتولي المخك كيما راك كيما كنت قذافي كيما كان القذافي. كاين هادو جدد ما يعرفوك بصح انا نعرفك القذافي وتعرفني فهمت كيفاش. انا نعرف بلي القذافي ماهوش تاع هذاك الشيء فهمت كيفاش تاع المحاربين القتالين ومانيش عارف كيفاه كاش محشاولك في كاش اتاي ولا كاش كلاش ماكليت راك تبان ليك باللحيه. انا كي شتك باللحيه ما عندي ما نقول فيك القذافي خويا وماشي انت اللي راك تهدر. انا نعرف بلي القذافي ماشي هذا هو وخاوتي طال ما تسبوهش وما تسبوهش كاع الجزائريين. السحر كاين منه ولا يفلح الساحر من حيث أتى. هذه اللي نقولها لكم ما تسبوهش القذافي ماهوش نورمال. هذو سحارين ومغاربة كاع يسحروا ويديروا السحر ويديروا أعوذ بالله. وما تسبوش القذافي راه مريض وراك تشوفوا راه باللحية وراه حصون راه في حرا في حالة معرجة ولازم تساعفوه. وما تسبوه ما والو ان شاء الله غادي نشوف كاش واحد راقي نشوف لك كاش واحد راقي القذافي وراه يردك للطريق المستقيم. بس كنت يا ماشي انا نعرفك القذافي ماشي ما نعرفكش نعرفك مليح تا انسان ماشي تاع عياشه. سبحان الله العظيم لونجون دو ما تنقلب ما يقلبوكش نعرفك والله ما يقلبوك لا بالدراهم لا بزبي لا حتى حاجه تا باقي هكاك حاجه سبحان الله. القذافي صاحبي 4 سنين وينيك فيهم ولا 3 سنين ولا التالي ينقلب صافي يدير هنا راه بياج هذا كاش محشاولك وكلوك. وان شاء الله ربي اسمع اقرا قران اقرا قران القذافي اقرا شويه قران خويا فهمت اقرا غير شويه غير قران اقرا غير معوذات والله تسلك. وانا كي شتك باللحية عرفت باللي ماكش في ليطا نورمال والله ماك في ليطا نورمال والله. ولا بغيت تسعفني ارقي وتشوف ارقي تعاود تولي لبلاصتك. اسمع راي بالك يا حكيم اسمع كيما راك تشوف راني نبان لك مسحور انايا سي صا. والله يلقى اسمع القذافي القذافي ماك تشوف ذوك الناس المهابيل المساكين الله يحسن نعاونهم ان شاء الله ربي يشفيهم. اي واحد مسحور تلقاه مسكين مربي اللحيه وطالق الميزيريا على روحه فهمت كيفاه كيفاه. انت يا اللي تخلي اللحيه تنوض فيك هكا لو كان ماهيش افير هذه ماهيش لعبه لعبه لعبين لك. هاي قول لي غير خمم مع راسك تا واش من نهار تخلي اللحيه هكا افطن مع راسك شويه ما صاحبي راني فاهم فيك راك بعيد عليا كون راك قريبه ليا والله العظيم عندي واحد صاحبي هنا يرقي راه ان شاء الله زهطه ولا زوج ان شاء الله تنوض تفطن ديريكت نقولها لك. باسكو ماكش نورمال العياشه يدعموا فيك ويطبعوا لك في الورد ويديروا لك في هذه وانت هما راه على بالهم بلي راك مسحور على بالهم. باسكو انت ماشي انسان اللي راك تبقى تطبع مع العياشه وترفد الشرويطه هذيك تاع اليوطي هذه فهمت كيفاه. هما ذوك موتا وما رحموهمش داروا واحد ميت وقال لك هذا هو حكيم كيفاه انت غادي حي ويرحموك ما يرحموكش فهمت كيفاش. هذه هي اللي انا بغيت نفهمك ونوصل لك الرساله باللي يا القذافي انت ماكش نورمال ماكش نورمال ولازم كي ماكش نورمال دوك انا غير بالهضره ما عندي ما ندلك بالهضره ما الهضره ما تردكش فهمت كيفاش. على بالهم هو الشياطين وهذو هما بالهضره والله ما توليها لازم حكيم. واحد يرقيك متى واحد حكيم حكيم شوف دوك دقيقه ونعاود نطلعك حكيم روح دوك دقيقه ونطلعك ابقى معايا لتحت دوك نطلع واحد يريبوندي لك اسكو الشيء اللي راك تهضر فيه صحيح ولا لا. السلام عليكم اخي الفاضل. غير هو كتعقيب على ما قاله هذا السيد حكيم اللي كان دابا انا كنقول له امنا عائشه رضي الله عنها قالت سبحان من جمل وجوه الرجال باللحي. إذا كانت عندك انت اللحية أنها معيورة وبأنه باللحية كيبان مسخ راه الجمال كله في اللحية بالنسبة للرجل
وسبحان من جمل وجوه الرجال باللحي، وهو كيبان اكثر جمالا واكثر رجوله بهذيك اللحيه. هادشي اللي بغيت نقول لك اخي قدافي، وبارك الله فيك وشكرا وسمح لي. شكرا اختي العزيزه، بارك الله فيك، شكرا. ما تهدرش، السلام عليكم اخوان هنا. يلا الله يرضي عليكم المغاربه تاعنا والجزائريين الاحرار، بارطاجوا وكبسوا ودعموا اللايف. اما بالنسبه لهذاك الشارف التالف اللي كان هنايا، ها هو هذا اللي اسمه سليم، راه حط تصويرته شارف تالف وجهه محسن مضروب كاع مقطع مشروط، كان يسب في ريان الله يرحمه وربي فضحه، تحلت له الكاميرا في وجهه سبحان الله. دعوة رايان خرجت فيه سوا سوا، اما القدافي فاق بهم وعرفهم بلي راهم يتاجروا بالشهادة ويطلعوا لايفاتهم وهما مدعومين من البوليزاريو، جبد راسو راه يقول كلمة الحق. والله معاك انا القدافي اخويا، والله يعاونك. دعموا اخوتي اللايف، دعموا اللايف، الله يعاونكم. صح، بسلامة. دوك نطلعك يا حكيم، دوك نطلعك. السلام عليكم. سلام ورحمة. قذافي وش راك مليح؟ صافا الحمد لله. الحمد لله، أنا جزائري. أيوا. طلعت قلت لك أنا عندي مدة وأنا نتبع فيك، وأنا والله غير الأخ حكيم هذا ما نعرفوش، ولا حسب ما ماني نسمع. قال لك محسوب يهضر في المغاربة وما على باليش، أنا نأيدو ما نكذبش عليك. باسكو ماكش مليح يا القذافي، خش على عندي شحال نتبع فيك، كل مره تخرجنا بخرجه، خطره تسب بوليزاريو، خطره تطلب منهم اعتذار، خطره تمدح في المروك، خطره تسب بيهم، خطره مع اسرائيل. انا والله غير ما عنديش مشكله معك، انت ولد بلادي وتبقى ولد بلادي، بصح انا تبان لي، انا تبان لي بلي والله ما راك مليح، ولا انا مانيش مليح، الله يهدينا. وهذا واش حبيت نقول لك قذافي، والسلام عليكم. السلام ورحمه. شوف حكيم، قبل لا تهضر عندي لك حاجه انايا بغيت نقولها لك. تهضر عندي لك حاجه انايا بغيت نقولها لك. راك تسمعني حكيم؟ عندي لك حاجه انايا بغيت نقولها لك. هبطني عاود طلعني، هبطني عاود طلعني، هبطني عاود طلعني، هبطني عاود طلعني. انت كي تفتح اللايف تاعك اطلع تشوف حكيم، نقول لك واحد الحاجه، ونحي له واسمه، نحي الباف الا مداير البلوتوت للتليفون تاع الاخر، نحيه الا مداير البلوتوت لوسمو تحكي بالتليفون الباف تاع الطوموبيل نحيه. شوف نقول لك واحد الحاجه حكيم، وديرها مليح في راسك. انا اليوم انا رحت من التيك توك، انا فتحت برك على جال واحد قال لك راني هربت قدافي من التيك توك. اسمعني يا حكيم، انت كي تفتح اللايف، هاي دوكا تسمع فيا مليح، واي انت كي راك تفتح اللايف، شفت هذوك الناس اللي دايرين بيك، اقسم بالله غير يحسدوك في اللايف، اقسم بالله غير يحسدوك حتى في اللايف اللي راك تفتحه، اقسم بالله العلي والعظيم. شفت اللايف اللي راك تفتحه ويحسدوك فيه. برك القدامي، عاود هبطني، عاود نطلع ثاني، الهضره تعاود. هذا غير المهم ليسونسيال، المهم ليسونسيال. انا نقول لكم تحيه الشعب المغربي من طنجه للقويره، وانتم اخوتنا المغاربه، وان شاء الله نهارنا نهبط للجزائر، ان شاء الله ندخل الجزائر، ندير لكم واحد المفاجاه من ارض الجزائر. Thank you.
شو بالقتل في اخوي؟ انا والله العظيم انا ترى معك يعني هذا اسمعني اسمعني اسمع وين اسمع فيك وانت راك تسمعني. علاش يا حكيم علاش الناس هذوك اللي كيجيو يطلعوا عندك علاش حاسدينك حتى في اللايف هذاك وكيجيو يطلعوا عندك غير السبان والتطياح وما يهضروش يحسدوك حتى في اللايف اللي تفتحوا علاش؟ قدم شوف اسمع عمي الرسول صلى الله عليه وسلم وهضروا فيه وهضروا انا راني شطيتك نصيحة من عندي وتفكرني شو قلت لك والله يا قدام اخويا اللحية اللي راهي فيك ماشي لحية راك نورمال راه وجهك راهي يبان لي وجه تاعك راهي يبان لي راك تبان لي مسحور داكور داكور اوكي نشوفه ولا تاخذ رأي خويا خويا القدافي والله العظيم روح ارقي روح ارقي قلت لك روح ارقي روح اضرب رقية داكور اوكي هنشوفه هذه راني نقول لك فيها يعني من باب الاخوارك ولد بلادي ونحترمك وهذا رأيك بصح والله ما تمر مار داكور خذ رأيي تاخذ رأيي روح سي وش فيها رقية ما فيها والو روح ارقي اسكو علاه راني نقول لك روح ارقي راهم خايفين تفطن راهم خايفين تفطن وتدور عليهم فهمت قد في خويا روح ارقي على روحك والله اللحية هذه لا تاع لا سوفرونس تاع لا ميزير تاع تاع سحر هذه اللحية الكبيرة داكورا حكيم بارك الله فيك حكيم شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك صح اخويا تحية الشعب المغربي من طنجة القويرة الو قدافي السلام عليكم سلام كيفك داير قدافي غا قاديرو مع قدافي قاديرو صافا قاديرو لاباس شوف قدافي على تما بيني وبينك والو صاحبي شوالو حتى حاجه انت مسلم انت مسلم قدافي واي تخليني نقرا عليك غير معاودات هكا كيما رانا في اللايف الا تنجم زعما تستحملهم ولا خاش مشي قدافي غير معاودات لا ما تصلحش في اللايف اخويا يا لا ما تصلحش في اللايف لايف نورمال قران بين قرا الخويا ما فيها والو قدافي لا ما تصلحش يا خويا ما تصلحش فيها تصلحش في اللايف خويا قدافي السلام عليكم السلام ورحمه الله بارك الله عليك خويا قدافي تحيا المغرب وتحيا الجزائر وخوا بوليزاريو شو يقودوا حاجتك انا راني هنا في 20 عام في هولندا جامي تلاقيت مع بوليخاريو ديما نتقهوى مع الجزائريين خدامين معايا الجزائريين نتقهوى معاهم يحبوني نجيو لداري نمشي لدارهم تكون شي مناسبه نتلاقاو انا ما نستعرفش البوليخاري خويا ونستعرف الجزائر وتحيا الجزائر خويا وعاش المغرب وحنا خوا وخاطينا السياسه خويا حنا الشعب بيناتنا بوليخاري واللي خرا ومسحوا بالرمله خاطينا بهم انا مازال ما تلاقيت واحد البوليخاري في هذه البلاد اوروبا كامل سلام عليكم سلام نحن في البلاد أنا أحبك ونحترمك 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 الجزيرة ورحلة قدافي ولا يا أخوان نحترمك برشا ديما تبع فيك نحن شعب التونسي رانا خاو خاو يكون الغالب والسياسة أخويا والله ما فهمتك كاع واش راك تهدر أنت ما فهمتكش كاع واش راك سلام عليكم خويا سلام
المهم خاوتي، المهم انا فتحت اللايف هذا جوست برك باش نبلغ واحد الميساج لواحد الانسان. قال لك القذافي رانا هربناه، رانا هربناه كاع من التيك توك. راني هنا، راني موجود هنايا، عندي امورات، عندي امورات راني رجلي فيهم، ما رحش انا باش نضل انا في التيك توك. هو المهم نقول لكم تحياتي لكم كاع الشعب المغربي من طنجة للقويرة. الله الوطن الملك، عاش الشعب المغربي. وهذه هي، هذا هو الكلام اللي نقول انايا. والقذافي ما يتغيرش وما يزولش ويبقى في كلامه هو هو. وتحية كاع الشعب المغربي، تحياتي لكم خوتي المغاربة من طنجة الى القويرة. سلمى.